أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين ويصب في صالح الوطن ونمائه وأشارت معاليها إلى أن التعاون الفاعل بين السلطتين وفق المنهجية العملية المتميزة التي وضعها سموه حفظه الله في الاجتماعات واللقاءات المشتركة وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته وفي جعل كل محور التنمية يصب في صالح المواطن سوف تثمر عن تحقيق المزيد من التطلعات وتجاوز كافة التحديات في ظل الوحدة الوطنية والتماسك الوثيق والتعاون المستمر لخدمة الوطن والمواطن ومن خلال تكاتف ابناء الوطن وجهودهم المخلصه. واضافت ان السلطه التشريعيه تولي تعزيز ثقافه التسامح والتعدديه والتعايش اولويه قصوى، كما تدعم تحقيق المزيد من التقدم والتطور في المجال الاقتصادي والاستثماري عبر دورها التشريعي والرقابي وفقا للرؤيه الاقتصاديه 2030.